دركت مع نادي خيطان تحت إشراف فهد الشرف، هو كان يعلمنا سباحة لمدة 3 أشهر برنامج تعليم السباحة. وسبحان الله خلال 3 أشهر هذه تم انضمامي للنادي وشاركت في بطولة محلية، بطولة الأندية، وطلعت عليهم الثاني في 50 متر ظهر. من عمري 9 سنين أنا انضميت إلى منتخب الكويت، وخلال تقريباً 6 أشهر شاركنا في ببطولة الخليج، جبت 3 ذهبيات و2 فضة بسباقات مختلفة، حطمت أرقام كويتية، فكانت انطلاقة سريعة جداً. في بطولة الخليج في يعني يوم كان عمري 10 سنين خذيت 5 ذهب، لأني قدرت أسيطر عليهم، كنت أنا الكبير فيهم. طبيت 5 سباقات خذيت 5 ذهب. طبعاً يعني لما تكون صغير وتصير وايد منافسات، الواحد يا أنك تأخذ عليها بسرعة يا أنك توهق. المنافسات هذه يا أنها تصير شيء سهل عليك أو شيء يكسرك، فيعتمد على السبورت سيستم اللي حولك، المدرب شلون يعلمك، هم يعتمد عليك أنت شخصياً. طبعاً أنا بالنسبة لي الرياضة 80% ذهنياً، والباقي هي إن كان تبي تسميه 20-15% فيزيكال جسدياً، بس لازم يصير أنت عقلك جامد، لازم أنت تقدر تغلب على نفسك قبل تغلب على أي أحد ثاني. فمن الصغر كانوا يخلوني أسبح كل السباقات، أنا ما كنت أسبح بس سباحة الظهر ولا سباحة الفراشة، ولا كنت أسبح فراشة ظهر حرة متنوع. بس اللي أذكره يعني مثلاً ما حسيت أني أنا بديت أنجز صج إلا يوم مثلاً شاركنا في بطولة العرب اللي صارت في هني عندنا بالكويت، الأعمار السنية 1997. الكويت جابت فيها بس ميداليتين ذهبية على ما أعتقد، وأنا جبت واحدة منهم، 200 حرة سبحت مع، كنت أنا بحارة رقم 2، حارة رقم 4 أسامة ملولي اللي حالياً عنده 4 ذهبيات بالأولمبياد وبطل عالم ما شاء الله. هذا أسامة ملولي يعني أنا ما كنت أدري أني أنا كنت بماشي في مسيرتي السباحة بالسباحة يعني إلى أيام الجامعة. فتلاقينا أول مرة تخيل يعني ب 1997 نادي الكويت وطبينا 200 حرة والحمد لله طلعت عليهم الأول. ورغم العرب كان عمري 15 سنة أو 14 سنة ب 97، هني بديت أركز زيادة على أنه مو بس أي بالذهب، تبي تفهم أنت ليش قاعد تسبح هذه السباحة بهالطريقة. الواحد يدير باله، أنا دائما أقول السباحة مو رياضة، السباحة علم، لأنك قاعد تحرك في مادة ثانية، إذا ما تحترم هذه المادة راح تضيع، المادة ما راح تحترمك. ودائما أقول حق اللي أعلمهم ودربهم السباحة أن الماي لازم أنت تحبه بس هو مو صديقك، يعني مو صديقك الماي لأنه قاعد يشتغل ضدك، لازم أنت تعرف تشتغل وياه. فالسباحة يعني مو رياضة، علم، وأي واحد يبدأ فيها أحس تغير حياته كلياً، يشوف العالم طريقة ثانية. أنا لما أروح أسافر إجازات غير لما أنت تروح تسافر إجازات، العالم مفتوح أنا بالنسبة لي فوق وتحت الماي. فأتمنى كل عيالنا إحنا هني بالكويت يصير عندهم هذا الشيء. لازم تبني بعيالك أنت صج إنه يكون متمكن بالسباحة، هذا شيء وايد أساسي في يعني بالعائلة أو كطفل يعني في الحياة. بعد سنة 97 طبعاً كان عندنا بطولات الخليج، كنت أجيب أنا مثلاً على 5 ذهبيات 4 ذهبيات، جزاهم الله خير الجماعة، ترتيب من أحسن ما يكون، وطبعاً مدربين ولاعبين، وهذه من أحسن الذكريات اللي عندي بالسباحة. ليش؟ لأنك كأن العيد تروح تشوف، تروح تجمع مع أحبابك مرة بالسنة بمكان معين، مرة بعمان، مرة بالكويت، مرة بحرين، الإمارات. أول بطولة لي ب 94 بالإمارات، أذكر يعني ترحيب جميل جدا يعني. فبالعكس كانت بطولات جدا مهمة لنا. طبعا احنا يعني من صغرنا كنا نسافر معسكرات، فانت تتخيل عمري 9 سنين انا سافرت، اسافر
كل صيفية نسافر ثلاث دول مثلا ثلاث أشهر 90 يوم ثلاث دول بريطانيا ألمانيا سويسرا. واستمر هذا المنوال لي على كبري أنا والحمد لله يعني هذا استثمار من الدولة يعني في تكلفة في ترتيب بس نمى فيني أشياء جميلة كثيرة يعني حب الأكل حب استطلاع على يعني المجتمعات الثانية الجغرافيا حبب فيني مواد يعني الجغرافيا وبالعكس يعني هذه كانت تجربة جدا جميلة فوايد أحث العوائل والأمهات بالذات إنه توجه الطاقة مالتها حق عيالها يعني حق المكان الصحيح خلي يجرب كل الرياضات وانت لازم تداري وتشوف شنو هو يتميز فيه عاش المدرب كلب المدرب لازم انت توفر الفرص عشان تشوف ولدك يقدر يوصل ولا لا. انا ترى يعني الوالدة دخلتني كرة يعني الحمد لله ما تعبت وياي على طول سباحة تميزت ففي ناس لا قاعد تتعب شويه بس ما يخالف عيالنا يستاهلون بس راح تلقى المكان الصحيح اللي ولدك يقدر يحط الطاقه ويصير فيها ريتيرن اون انفستمنت اللي هي شنو تحط الطاقه ويصير فيها لها مرجع يعني او مردود قوي وشنو الهدف بالاخير ان ولدك او بنتك ان شاء الله يقدرون يروحون جامعات بامريكا وبريطانيا والجامعه هي تدفع لها عشان هو يشارك تحت اسمها مثل ما صار معي انا. فالرياضه جدا جدا شيء مهم واتمنى انه يكون شيء يعني مدروج بالدراسه. سنه 99 ما اذكر كان كم عمري جني 17 سنه وانا من عمري 15 اسبح 15 سنه هذه الناشئين اسبح والعمومي فكنت اسبح 10 سباقات وسباق ورا سباق ف يعني علمتك على الاستمرارية والواحد يعني ما يكسر أي شيء والحمد لله يعني عندي امتنان كبير على هذه التجارب على الموهبة اللي الله عطاني إياها على القدرة والصحة أني أنا أقدر أني أبذل مجهود كبير لأن التالنت بروحه ما تشتغل لازم في مجهود كبير أنت بعد تحطه وعلى التجارب اللي مريت فيها يعني أقول لك من عمري 9 سنين وأنا أسافر دول بطولة العالم بطولة ما أعرفش إيش بطولة آسيا بسريلانكا عمري 9 سنين لو تقول لي شنو سريلانكا ما أدري شنو. فالرياضة إيه فتحت وايد وغيرتني أنا وايد بس لأن الحمد لله يعني التربية كانت وايد زينة من الوالدة جزاها الله خير والوالد كان شديد وايد وياي فعلمني الصلابة لازم أنت تثق بالياهل وتخليه ينطلق شوية. سنة 2001 تخرجت من الثانوية وكنت أول واحد من الشباب اللي دازينهم على حساب المنتخب إنه يروح يصير بروفيشنال سويمر يعني رياضي محترف سباح محترف في فلوريدا وعلى أساس إن أنت تقدر تكمل دراستك. طبعا رحت فلوريدا وقعدت هناك بما يقارب سنتين كسباح محترف بس اتمرن مع واحد من احسن المدربين في العالم هذا المدرب اسمه جاك نيلسون الله يرحمه يعني سبح سباحه الفراشه اول واحد يسبح سباحه الفراشه انا قاعد صوره ابيض واسود يعني حتى فيلم ما كان فيه فيلم هذا الامريكان دريم اذا كان يوريني عنده صوره ياكل تي بون ستيك مع امه وابوه يقرا جريده الامريكان دريم يعني هذا الريال هو الوحيد اللي كان ياب ذهبية بالأولمبياد وحطم رقم العالم ودرب منتخب أمريكا الأولمبي وحصل على بطولة الأولمبية مع المنتخب الأولمبي لحد اليوم ما حد ياب هذا الإنجاز نفسه يعني بالسباحة فكان جدا إنسان مميز. يوم تعرفت عليه أنا رحت لك أنت تميز في سباحة الظهر كنت أسبح على ظهري ب 2002 صار عندنا هني بالكويت بطولة غرب آسيا بطولة غرب آسيا الثانية على ما أعتقد وهذه كانت أول بطولة لي عقب ما رديت أنا من أمريكا رحت أسبح على ظهري رديت أسبح على بطني رديت سباح فراشة خلاني أتميز في سباحة واحدة طبعا مو ما خلاني أسبح سباحات ثانية بس لا خلاني أركز زيادة على الفراشة لأنه شاف عندي تالنت زيادة موهبة بهذه السباحة وركزت عليها. جيت 2002 وسبحت وجبت 4 ذهب و3 فضة.